السلام عليكم. واش ما عمرك فكرتي وضربت لك في الطنطون ديال راسك وقلتي كيفاش نديرو نتقبل الكره الارضيه نوصلوا للنواه ديالها، ولا نتقبل الكره الارضيه ونخرجوا للجهه ديال الاخرى؟ يعني نتقبل الكره الارضيه من واحد الجهه ونوصلوا لجهه اخرى، داكشي يعني ما غاديش نحتاجو نطيرو ولا نمشيو في السيارات ولا. فهادشي كان كيطيح ليا في راسي انا بشحال هادي ملي كنت صغير، ودابا تفكرت هذا الموضوع وقلت اجي نبحث فيه نشوف واش العلماء لحد الان واش كاين شي تجارب في هذه القضيه. لقيت بلي القضيه كانت قديمه في 1963، علماء روس اللي ديك الوقت ما كانتش روسيا، كانت الاتحاد السوفيتي، كان مول واحد المشروع باش يتقبلوا الارض، الاكبر تقبه في العالم. فروسيا لحد الان ما كاينش شي رقم قياسي تنافس روسيا. فكانت اكبر حفره في العالم اللي كان العمق ديالها 12 كيلومتر وشي امتار. فكما كتعرفوا الطائرات اللي كيبانوا لنا حنا عاليين اللي كيكونوا فوق السماء، فخصهم واحد العلو اللي هو كبير. فهاد الحفره هذه تجاوزات داك العلو اللي كاين بين الارض وبين ديك الطائره اللي كتشوفها محلقه في السماء. فيعني لهاد الشيء هارب بزاف، ومع ديك التكنولوجيا دوك الايام كانت عيانه، ودابا التكنولوجيا تطورت وما قدروش يحفروا حفره بحال هذيك. يعني شي حاجه كاينه تما. صافي المشروع تمول من الاتحاد السوفيتي، بداو كيحفروا شويه تلقاو الالماس شويه تلقاو الذهب، وما غاديين تلقاو بزاف ديال المستحاثات اللي هي قديمه. حتى كاين شي حوايج كاع اللي كان قال عليهم التاريخ والعلماء شي حاجات اللي تغيرات، لقاو بلي داكشي بحضات ديك القضية. حتى لهنا كلشي مزيان. ففي واحد الوقيتة وصلوا لواحد البلاصة واحد العمق، من وصلوا 12 كيلومتر لقاو داك العمق فيه واحد الحرارة مرتفعة اللي ما كانوش ضاربين لها الحساب، كانوا هما ضاربين حسابهم غادي يلقاو واحد 100 دوغري سيلسيوس. فهم وصلوا حتى ل 180، ما كانوش ضاربين حسابهم، ضربوا الحساب ل 100. فكانوا كيديروا واحد الميكروفونات باش يسجلوا الاصوات، داك الميكروفون ما صدقش ليهم تيبقى يدوب من توصل تماك. فنجحوا اخيرا دار واحد الميكروفون اللي استطاع يسجل لهم الاصوات اللي كاينين تماك، فلقى واحد الاصوات اللي هي عجيبه نخليكم معها. Recorded. They only got about 17 seconds of audio before the microphone melted, but it was 17 horrifying seconds of the screams of the damned. The screams of the hell. كما شفتوا الاصوات مرعبه جدا، دايره بحال دوك الناس كيتشوطوا في العافيه وتيغوتوا. فممكن نقولوا هاد القضيه زادوا فيها شويه، حتى شويه السكان بداو كيتشكاو ديال داك القريه فين حفروا. قالك تيشوفوا شي كائنات بيضاء كتطلع فوق داك الحفاري في الليل، تيطلعوا بواحد السرعه وتيبقاو يهبطوا بحال اللي واحد العالم اخترقوه كاين تحت الكره الارضيه، ولا ممكن نقولوا قبائل ديال الجن كانت ساكنه تحت الارض. كما كتعرفوا نتوما الجن مصنوعين من النار، وداك المنطقه اللي وصلوا ليها راه كانت سخونه بزاف، والعين ما كانش ضارب الحساب باللي داك السخونيه غادي تكون، يعني بحال اللي راه ساكنين تما الجن. فالسكان كيتشكاو يوميا بحال اللي طاحت عليهم شي لعنه في داك القريه. فمن تماك اش داروا؟ طوقوا ديك المنطقه وردوها منطقه عسكريه، وحتى داك العسكر اللي كانوا تما بداو تيتشكاو عاوتاني من ديك المنطقه. هكذا اضطرت روسيا تغلق المنطقه كامله. فاليومنا الحالي ولات منطقه مهجوره، وسدوا ديك الحفره، حيت ديك الحفره ملي كانت محلوله كان كتخرجوا منها المشاكل. صافي سدوا ديك التقبه، داروا لها واحد الحديده، انا غادي نوريها لكم هنا في الصوره. فالسؤال اللي كيتطرح دابا، علاش المشروع ما تكملش؟ وعلاش ما ناضش شي دوله اخرى دير بحال هاد الحفره هذه وتحقق الرقم القياسي؟ الشينوا كما كنعرفوها متطوره بزاف، علاش ما تنوضش الشينوا نفس روسيا؟ يعني شي معلومات مخبينها علينا والله اعلم، ما فهمناش اش كان طاري تمايا. عجبكم شي موضوع بحال هاد الحلقه هذه؟ ان شاء الله
ديروا عليا في التعاليق باش نبقاو نجيبو لكم شي مواضيع اللي هي غريبة، وشكرا لكم بزاف.